كلمتين على الماشي، الشتاء على الأبواب. ففي شوية نصايح كده حابة أقولهم علشان نخلي بالنا على القطط بتاعتنا أو عامة الحيوانات الأليفة. أول حاجة، في الشتاء القطط بتحب تنام كتير جدا، فلازم نعمل لهم مواعيد للأكل. حتى لو القط كان نايم ومعرفش ميعاد الأكل بتاعه، لازم نصحيه ونأكله في الميعاد علشان وزنه ما يقلش ويخس. ليه؟ لأن القطط في الشتاء بتحب الدفى، تختار الأماكن الدافية وتنام فيها. لو بوكس الرمل في البلكونة ندخله من دلوقتي، لان بالليل دلوقتي الدنيا بقت اوقات بتبقى برد، فندخل البوكس الرمل جوه ونخصص له مكان علشان القط ما ياخدش برد لما يخرج البلكونة، بالذات وقت الفجرية بيبقى الجو برد. ولو لقينا القطط بتاعتنا نايمة على البلاط، لازم نشيلهم ونعودهم يناموا على السراير او في الاماكن المخصصة ليهم، لان الشعر بتاعهم لوحده مش بيدفي، فلازم يناموا في مكان دافي علشان ما يتعبوش. كمان ما نحاولش نعرضه لاي تيار هواء، يعني ينام تحت الشباك ولا جنب الباب، تحت الباب ده بيدخل تيار هواء، فلازم القط ينام في مكان دافي. طبعا البي عاوز ينزل يلعب، تمام، لانه كان بيلعب، شايفين بقى شقي شقاوه، بقيت شقي شقاوه. استنى طبعا خلص الحلقه بتاعتنا وبعدين عايز تنزل تلعب، انزل، انا مش حيشاك يعني يا استاذ روميو فندي، مش حيشاك. شايفين يا ناس؟ في حد كان كاتب لي برده كومنت ان انا اعالج عينه، هي عينه والله نظيفه ما فيهاش حاجه، اللون ده اصفر اهو لون شعر، لان لما جبته من المحل كان هنا في افرازات كتير جدا، فالافرازات عملت له لون تحت العين كده. القطط دي عامه بيبقى تحت عينيهم كده اللون ده، فانا بنضف له عينه على طول عشان الافرازات دي. كمان لازم نقدم للقط الوجبات الدافيه، حتى لو جايبين العلب اللي هي الكنز اللي بره دي الجاهزه، لازم برضو ندفيها شويه على النار، ما ينفعش نجيبها ونديها للقط على طول، لان المعدة بتاعته بتبقى ليها درجة حرارة، فما ينفعش ياكل ساقع على درجة حرارة المعدة اللي بتبقى موجودة. حاضر، الله هنزلك، حاضر. كده النهاردة نكون خلصنا ان شاء الله، متنسوش تعملوا لايك وشير واكسبلور كتير عشان مملكة القطط تكبر بيكم.